رحب الاستاذ زكريا ابو ردن العجارمه اللي عضو مجلس محافظه العاصمه. صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح الخير الله يعطيك العافيه. استاذ زكريا، بالبدايه احنا كقابه يوم جديد اليوم حبينا نكون معكم من لواء نعور واهالي منطقه نعور، نحكي بالبدايه عن منطقه نعور. صباح الخير من هذا اللواء الطيب باهله وسكانه بهذه المناظر الخلابه، نرحب بكم اجمل ترحيب. حقيقه لواء نعور يبعد عن العاصمه 15 كيلومتر. نعم. يبلغ سكان عدد اللواء 134 ألف نسمة. نعم. مساحة اللواء 184 كيلومتر، عدد سكان القصبة 60 ألف نسمة، ومساحة القصبة 84 كيلومتر مربع. نعم. حقيقة هذا اللواء مميز بأهله وسكانه، ويتميز بالزراعة والمناطق الخضراء الحرجية والمناطق الجميلة الرائعة. ذكري إيش في أنواع زراعة أو زراعات موجودة في لواء نعور؟ يعني تأخذ العنب والتين، والمنطقة هي تشتهر بالجوافة والحمضيات. يعني شايفين الآن إحنا بين الدوالي والكرم العالي، هاي وين إحنا قاعدين الآن بكرم يا إخوان، ترى بالمناسبة بين هالدوالي والأجواء الطيبة الجميلة. أكيد أستاذ ذكري، نتحدث عن الواجهة السياحية موجودة في لواء نعور، المواقع السياحية، إيش في مواقع سياحية وشو رسالتك لكل المشاهدين الكرام لزيارة هذه المنطقة الجميلة؟ حقيقة أنا أطلب وزارة السياحة تسليط الضوء على منطقة نعور بما فيها من مناظر خلابة ومناطق سياحية رائعة من المياه والخضرة والغابات الحرجية الشجرية وغابة الأطفال وسير الحسبان وكثير من المناطق السياحية، لكن هناك عدم تسليط الضوء من قبل السياحة. تشتهر نعور كمان أيضا بالينابيع المياه التي جارت عليها البيئة من خلال التلوث. إن شاء الله سنفكر في مشروع من خلال بعض المستثمرين في إنشاء منطقة لفل فريك في هذه المنطقة الرائعة مع مطعم الفريك، يعني داخل منطقة وادي أبو سليم إن شاء الله، إذا الله أراد وأخذ باليد إن شاء الله، وشفنا مستثمر محترم يعمل تنفريك في تل فريك في هذه المنطقة مع مطعم رائع. يعني أكيد طموح أهالي منطقة، يعني حابين يكونوا منطقة مميزة جدا، وهي فعليا منطقة مميزة بهذه الإطلالات. أيضا أستاذنا حابين نحكي عن عدد المناطق والقرى الموجودة في لواء نعور، يعني نذكرهم برضو. لواء نعور يشمل من خلينا نحكي من شجر، حسبان، أم الستين، البنيات، نعور القصبة، الروضة، سير الحسبان، والمنصورة، وإد بيان، والعدسية. نعم. نعم سيدي. تقريبا عدد السكان الموجودين الآن في وادي أبو سليط تحديدا، وأيضا في سير الحسبان اللي إحنا راح نكون موجودين معكم اليوم، مش عارفين لسه وين بنروح، يعني راح تأخذون اليوم بموقع جميل. الحين راح نكون في الموقع الثاني في عيون الجاموس. عيون الجاموس، أنا يعني بجوز إحنا أول مرة نسمع فيها، وراح نكون موجودين معكم اليوم من عيون الجاموس ونحكي عنها أكثر. ولكن أستاذ زكريا، رسالتك الآن لكل المشاهدين الكرام يعني لزيارة هذه المنطقة الجميلة وأيضا الاستمتاع بهذه المناظر الخلابة، والآن تحديدا إحنا على بفصل الربيع. نعم سيدي. لا أنا أسمح لي أبث من خلال هذا اليوم المحترم بشرى لأهلنا المزارعين في وادي الصليط، أنه مجلس محافظة العاصمة قرر تخصيص مبلغ 1.5 مليون دينار لتحسين شبكة الطرق في هذا الوادي. نعم. نعم سيدي. مشاركتك كعضو مجلس محافظة العاصمة مع أهالي المنطقة، يعني والله إحنا نحاول نسعى دائما لتطوير المنطقة مع الأهالي والأخذ برأيهم في أي مشروع يريدون تنفيذه. أنا بدي أشكر تواجدك معنا ويعطيك ألف عافية. صباح الخير وشكرا لكم. طبعا مشاهدينا الكرام، اكيد معنا ايضا الاستاذ ناصر عبد الله العجارمه، وهو احد ابناء منطقه وادي ابو سليط. صباح الخير ويعطيك العافيه. هلا صباح النور يا هلا، اهلا وسهلا. استاذ ناصر، البدايه احنا بنصب عليك، واحنا الان موجودين بهاي المزرعه الجميله، تحكي لنا عن وادي ابو سليط. اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا ببرنامج يوم جديد، والاخ رشا والاخ طرشا والاخ مجحم والفريق جميعا. نعم. يا ميت اهلا وسهلا فيك في لواء نعور، واحنا هنا الان في منطقه عيون الجاموس ووادي أبو سليط، وهي منطقة تتميز بالمياه الوفيرة والينابيع والمناظر الخلابة والإطلالة الجميلة على الأغوار والضفة الغربية. نعم. تشتهر هذه المنطقة بزراعة العنب والتين والحمضيات والجوافة بشكل خاص، وهي مميزة هذه المنطقة بإنتاج نوع مميز من الجوافة اللذيذة جدا والمعروفة. موجودة في وادي أبو سليط. موجودة في أبو سليط، نعم، وهي من أجود أنواع الجوافة بالمنطقة. نعم، هذه المنطقة منطقة صحيحة بحاجة إلى تسليط الضوء عليها وترويجها سياحيا، لأنه هاي المنطقة فيها أودية وفيها جبال إطلالة طيبة وفيها غابات كمان، بحاجة إلى يعني فتح شوارع وعمل خدمات.
نعم. وندعو كل اخواننا الاردنيين يزوروا المنطقه ومن خارج البلد كمان من الخليج ومن اي من كل المناطق انهم يزوروا المنطقه لانها جميله جدا بكل الفصول بالربيع بالصيف حتى بالشتاء. وادي ابو صليط وهو يعني من المناطق الجميله جدا ويمتاز حتى بليل جميل بالصيف. اكيد يعني اجواء جميله صراحه. ولكن حابين احنا نعرف عن تقريبا الطقس في وادي ابو صليط يعني كيف بيكون معتدل بالصيف كيف الاجواء بتكون؟ ابو صليط الحمد لله يتميز بمناخ شفا غوري يعني في الحمضيات حتى ممكن يعني كل الاشجار اللي تنبت بالغور تنبت في بهاي المنطقه حتى ممكن يعني زراعه الموز فيه. نعم المنطقه الحمد لله ممتازه جدا ومناخها شفا غوري. رسالتك أخونا لكل المشاهدين الكرام لزيارة هذا المكان وأيضا الاستمتاع بهذه المناظر الجميلة. يا سيدي أهلا وسهلا. إحنا نرحب بكل الضيوف من كل أنحاء المملكة، نحب منهم يزورونا ويجوا يتفرجوا على سير أبو صليط وهو وفير بالمياه ويزوروا الغابات ويزوروا مناطق المزارع الجوافة. وأهلا وسهلا فيهم بكل لحظة. شكرا لك ويعطيك العافية. وشكرا لفريق برنامج يوم جديد. أهلا. طبعا اكيد مشاهدينا الكرام زي ما سمعنا من الاستاذ ناصر وايضا الاستاذ زكريا عن منطقه وادي ابو صليط وايضا من نواء نعور، اكيد مناظر جميله ومناطق جميله في مملكتنا الاردنيه الهاشميه. طبعا راح اكون معكم بموقع جميل جدا ومميز بعد قليل بقافله برنامج يوم جديد. والان الى مجحم ورشا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد ولاترككم بهذه المناظر الجميله مع انس عواد. حبك تحبني.